السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بدايه فيديو جديد. في ناس كتيره جدا كانت مكلمين على اليوتيوب عايزين يعرفوا الفرق بين العجله الصيني والعجله البي ام اكس الاصليه، وانا جيت النهارده جبت لكم العجلتين اهم زي ما انتم شايفين. نصور كده، نخش بقى على اول واحده فيهم دلوقتي يا جماعه. زي ما انتم شايفين دي البي ام اكس الاصليه اللي انا بلعب بيها. الكرسي بتاعها ده بص عامل ازاي، ده كرسي قوي جدا. تعالى بوريكم الكرسي بتاع البي ام اكس اللي هو الصيني. بصوا بقى الكرسي البي ام اكس اللي هو الصيني عامل ازاي، فهو بمسامير فده مش بيستحمل قوي في اللعب. بالنسبه مثلا للطاره اللي ورا، انا عندي كاوتش رفيع جدا بس هو عادي مش شرط. في لعبه اسمها ستريت اللي هي بيمشي على الترابيزه، الكلام ده ينفع العب بالكاوتش ده بس مش ده اللي ينفع للعب. اللي بينفع للعب بتاع الستريت بيبقى وزنه اخف من ده، وزنه تقيل. دي جنط عندنا الناحيه الثانيه، بص كده في اللعبة بتكون افضل. عندنا الترس 9 تروس وقدام 25 ترسة، والجنزير ده حاجة مضيفة جدا وما بيتقطعش زي الجنازير العادية. ان البي ام اكس اللي هي من الصيني الترسة بتاعها قدام كبير، والجنزير ده بيبقى نص نص يعني. هو دي بتاعت عجلة اطفال اصلا، يعني اللي بيركب العجلة دي من سن 7 سنين لحد 14 سنة. هنا هتلاقي العجلة دي، هنا هتلاقي العجلة دي وزنها تقيل جدا زي ما انت شايف كده، والجادون ده ما بيستحملش في اللعب، والرقبة دي نفس الكلام مش بتستحمل في اللعب. هشرح لكم مثلا الطارة اللي قدامانية. الطارة اللي قدامانية دي صباح كانت قطع. ودلوقتي يا جماعه زي ما انتم شفتوا العجله لفت على اصبعي، فالحمد لله يعني مش قادر زي ما انت شايف. بص بقى عامله ازاي اهو، الحمد لله. يلا بينا بنكمل بقيه الفيديو بقى عشان انا كده تعبت. طب دلوقتي يا جماعه هنعرفكم الفرق بين الترس والكرانك اللي هنا، الترس والكرانك اللي العجله الثانيه البي ام اكس. الترس والكرانك اللي هنا ده ترس بيبقى خامته متينه جدا للعب. هنا شغاله برومان بيل، وهنا نفس الكلام برومان بيل. هنا بتربط بقلنكين وهنا بقلنكين، وهنا الترس ده بيتربط لوحده بقلنكين. تمام، يلا بينا العجله الثانيه. هنا بقى العجله دي الترس بتاعها اللي هو ده جاي كله ده ظهر حته واحده، فده لو انت راجل كبير وبتبدل فهتلاقي الترس ده يتقطم منك من الحته دي وهيعورك. الكفه دي مش اصليه، الكفه دي عاديه اللي هي بتاعت الاطفال يعني اللي بتستحمل. اما العجله البي ام اكس الاصليه هي متخصصه للعب، دي متخصصه للمشي بس. فبنصح اي حد لازم هركبها بنصحه يبدا من 7 سنين لحد 14 سنه زي ما انا قلت من شويه في الفيديو. العجله دي لو حد كبير ركبها مش هتستحمله خالص فهتتكسر منه. فنصيحه ليك لو انت هتركب عجله، يا اما تركب عجله مثلا عاديه اللي هي الجبلي اللي هي بتاعت المشي، او عجله مثلا سباق. العجله اللي هي الجبلي متخصصه للمشي في الطرق اللي هي المطبات والجبال، اما العجله السباق متخصصه تمشي على طريق نظيف اللي هي السفر او يعني اي مكان نظيف تمشي فيه. بالنسبه بقى للكوبايات اللي انت هتلعب بيها بتكون الومنيا او اما حديد، بس الالومنيا بتكون يعني استحسن. الكوبايات الاصليه بتبقى رفيعه، اما الكوبايات اللي بتاعت العجله الثانيه اللي هي الصيني زي ما انت شايف، بص الكوبايه بتكون تخينه ازاي، فدي ما بتساعدكش في اللعب وبتلاقي وزنها تقيل. بالنسبه للناس اللي بتربط الكوبايه، بالنسبه للناس اللي بتربط الكوبايه من بره زي كده ده غلط. لا، تربط الكوبايه تطلع الصاموله من هنا كده وبتدخل الكوبايه لحد الاخر، وبتربط الصاموله ببيبه. ما ينفعش تربط الصاموله من بره وبعدين تربط على ايه الكوبايه، لما تيجي تلعب فتدوس فبتتني الاكس فبتحصل مع كل الناس، فهو ده الصح. بص انا ربطها ازاي، بيبه او درع الصليبه بتاع العربيه. دلوقتي يا شباب زي ما انا شرحت لكم العجله، في حاجه ثانيه بس ناقصه اشرحها لكم في البي ميكس الصيني. البي ميكس الصيني ده السلك جاي من بره، لو انت هتلعب ما ينفعش السلك ده يكون من بره، لازم السلك يكون راكب من جوه زي عندنا بالظبط. والرقبه عندي يعني والرقبه الصيني اللي هنا دي بتاعت العجله البي ميكس الصيني لو انت حبيت تبتدي بيها ما فيش مشكله عادي. هي تنفع بس حركه حركتين بعد كده مش تقدر تطور من حركاتك. الرقبه دي بتنزل لحد الاخر، بتفك المسمار ده من هنا كان مفتاح 14 15 وبتنزله لحد الاخر، وبعد كده في رابط. والجادون ده ما ينفعش يكون جاي كده، الجادون بتاع اللعب بيكون جاي زي ما انت شايف كده بالظبط. بعد كده دلوقتي انا هبتدي بقى اجرب لكم حركه بالصيني عشان تشوفوا انا هعرف العب بيها او لا، لان في ناس كتير جدا طلبت مني ان انا العب لهم بالعجله الصيني، بس انا لازم اعدل الجادون.
عالي جدا. بالنسبه للكرسي، الكرسي ده عالي جدا، الكرسي لازم يكون واطي زي العجله دي زي ما انت شفت، عشان وانا مثلا بدي جامب كده مش ينفع. شايفين بلعب بيها تقيله ازاي؟ لكن عجلت انا التانية لما باجي بعمل بيها اي حركه بتيجي في ثانيه. طب دلوقتي يا شباب انا عايز الف الجادون، بصوا لف الجادون، بص الفرامل عامل ازاي؟ لسه شرحت لكم من شويه ان الدخل السلك ده من جوه في الحته دي، هو ليه مكان اهو، قرب كده. ليه مكان تقدر تدخل منه السلك، بس طبعا الفرامل ورا هنا يبقى لازم تركب ال طبعا الفرامل دي بتبقى ورا غير قدام. لو انت المفروض عايز تلعب، لو انت عايز تلعب تركب فرامل قدام، عايز تركب ورا مفيش مشكله، بس الحاجات دي هي تركب فيها الفرامل اللي ورا، فاللي كان مركب الفرامل هنا كان مركبها غلط يعني، فكده مش بتاعت لعب، هي كده بتاعت ماشي. طبعا انا مش عارف اعمل بقى اي حركه، انا هركنها واجيب العجله البي ام اكس تحت الاصليه عشان اوريكم ايه الفرق بين البي ام اكس الاصليه من الصين. شباب دلوقتي زي ما انتم شفتوا انا ركنت البي ام اكس اللي هي الصيني، لان هي مش بتاعت لعبه اصلا يعني، اخرك حركه حركتين وخلاص على كده وفيص منك. وجبت العجله البي ام اكس الاصليه، بص بقى البي ام اكس بتعمل ايه بقى الاصليه دي. بص الجدون بيلف ازاي، وبقدر ارجع ورا وكل حاجه. فهي دي بقى النصيحه اللي انا كنت عايز اوريها لكم، ان العجله البي ام اكس الاصليه بتفيدك كتير جدا من العجله البي ام اكس اللي هي الصيني. الصيني دي متعبه على الفاضي، وزنها تقيل، لكن دي بص وزنها خفيف جدا، واي حركه انت عايز تتعلمها فيها بتسهل عليك الحركات. فانا بنصح اي حد لو هيتعلم اللعبه يبتدي الاول بي ام اكس اصليه او صيني، اي حاجه اللي انت عايزه، بس النصيحه احسن يعني بي ام اكس اصليه افضل بصراحه. البي ام اكس الاصليه بتبتدي مستعمله من 2000 ونص وانت طالع 3000 3000 ونص. لو حد عايز اي بي ام اكس اصليه، عايز اي حاجه استفسارات عن العجل، خش كلموني في الكومنتات اللي تحت او كلموني على الانستجرام، وانا مستنيكم والله اللي انت عايزينه. قشطه، يلا بينا. طبعا انت لو جيت ترفع بالبي ام اكس اللي هي الصيني مش هترفع معاك زي ما دي، دي اول ما بترفع بترفع معاك على طول، ليه؟ عشان وزنها خفيف. كده يا شباب الحلقه بتاعتنا انتهت، لو عجبتكم ما تنسوش تدوسوا لايك، واللي ما اشتركش في القناه يخش يشترك في القناه وفعل زر الجرس. انا هوصلكم كل جديد، عايزكم توصلوا لي 50000 مشترك، بحبكم جدا والله. لو عايزين اي استفسارات خش كلمونا، اسيب لكم اللينك بتاعي في الديسكريبشن، فيسبوك انستجرام. السلام عليكم.